أول انتصار بسلسلة الفاينل فور؟ أول انتصار بتفرض المومنتم للسيريز. الحمد لله ربحنا أول جيم، والفريقين كانوا راسي لأنه صار لنا زمان مش لعبانين جيم، وهيدا فيك تقول الفريقين فريق جديد مع إضافة أجنبي تغير اللعبة. وي ستيل ديدنت كليك مظبوط، وإن شاء الله جيم بعد جيم بصير أحسن. نكست جيم بغزير، قد إيه حيأثر الفول هاوس؟ اكيد حتكون لعيب اساسي عندهم الجمهور تبع حكمه، الكل عالم بيعرفوا شو هو جمهور حكمه، بس اتس فيري اكسايتنج لنا كمان كلاعيبه بنلعب قدام فول هاوس، وان شاء الله بنقدر نفوز بالجيم. مبروك هاي.